القرآن شفاء، شفاء للأمراض المعنوية وشفاء للأمراض الحسية. وكذلك القرآن جالب للسعادة وللأنس وللطمأنينة، لأنه أعظم الذكر كلام الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله عز وجل يقول في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعلق ابن عباس على هذه الآية فيقول: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به بأنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة. شيخ إبراهيم، أنا اليوم أتيت بآيات عظيمة، أتيت بآيات بإذن الله سوف تجعل بيوتنا سعيدة وحياتنا سعيدة. اللهم آمين. الله عز وجل يقول في سورة الحجرات، ينادي أهل الإيمان، يقول ابن مسعود: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فرعي لها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنتهي عنه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سبحان الله يا شيخ إبراهيم، والله العظيم لو عملنا بهذه الآية لقضينا على كل الإشاعات التي تهدم بيوتنا. الله المستعان. وكم عضضنا أصابع الندم بسبب أحكام مستعجلة، كم بيوت هدمت، كم قضايا طلاق وقعت، وكم خلافات وقطيعة أرحام، والله كثير، وكم أبناء شتتوا بسبب أحكام مستعجلة. الله المستعان. من أجل ذلك أنا أقول: لا تتكلموا ولا تنشروا بما لم تشاهدوا بأنفسكم. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا تهدموا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. ومن أعظم الأمور التي تجلب السعادة في البيوت، الله عز وجل ماذا قال بعدها؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولكن عليه الصلاة والسلام لم تمت سنته ولم تمت سيرته عليه الصلاة والسلام، ولم تنتهي أحاديثه ولم تنسى مواقفه عليه الصلاة والسلام وشمائله. ولو اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم لاهتدينا في كثير من أمور حياتنا. الله أكبر، الله أكبر. وإن تطيعوه تهتدوا. يا سلام. الله عز وجل يقول: ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الله أكبر. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الله أكبر. من أجل ذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم يا شيخ منصور، لاحظ الآية اللي بعدها، الله سبحانه وتعالى عندما قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الخلاف وارد. الله الله. أسمع إذا كان هذه بيت الآية. النبوة، إذا كان بيت النبوة لا يخلو من مشكلة، وهو بيت النبوة، فما بالك بيت غيره. الله. من أجل ذلك قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الله عز وجل انظر وتأمل، قال اقتتلوا ولكن سماهم إخوة. الله أكبر. سماهم إخوة. والله يا إخواني، إن تمسكنا بالقرآن وعملنا به نسعد في الدنيا والآخرة. من أجل ذلك قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. البعض لأسفه الأمور ولأسفه الأسباب يقطع الأخوة، يقطع هذا الحبل المتين الذي سماه الله عز وجل أخوة. وأختم الشيخ إبراهيم في فائدة: بقدر إيماننا تكون أخوتنا. الله أكبر. بقدر إيماننا بالله سبحانه وتعالى تكون قوة أخوتنا. الله يجزاك خير يا شيخ منصور ويكتب أجرك.
سعدنا بك هذا اليوم وأمتعتنا بهذه التلاوة المباركة، زادك الله نورا وسرورا. الله يرضى عنك. شكرا لك شيخ منصور، شكرا لك.